الرباعية الخاصة، الرباعية الخاصة، هذا بعد أن تمت دراسة متوازي الأضلاع كحالة عامة، كحالة عامة. الآن سنحدد بعض الحالات الخاصة لهذا الرباعي اللي هي يتعلق الأمر بالمستطيل، ثم المعين، ثم المربع، وذلك بغية تحديد الخصائص التي تميز كل شكل من هذه الأشكال، وكيف يمكن حل بعض المسائل التي تتعلق ببعض التمارين إذا كان الأمر يتعلق بأن نبين طبيعة بعض الرباعيات من هذه من هذه الرباعيات. الآن سنتوكل على الله وسنبدأ الدرس ديالنا بالفقرة الأولى وهي المستطيل. الآن إن شاء الله سنقوم بتقديم درس الرباعيات الخاصة. إذن بالنسبة للجزء الأول وهو المستطيل، سنقوم بدراسة المستطيل وجميع الخصائص التي تتميز بهذا المستطيل كالشكل اللي هو يعتبر طبيعة خاصة لمتوازي الأضلاع، ولهذا ارتأيت أن أعطي هذا التعريف. فالمستطيل هو ماذا؟ هو متوازي أضلاع، ولكن أنها زوايا فهي قائمة و لا هانيه ودي راه ماشي مشكل هو الصراحه هانيه راه ماشي مشكل الله ما طولناش غنعاود تقديم واسمح لنا. السلام عليكم، معكم الاستاذ مصطفى بوحداش، ثانويه الاعداديه الحسن الاول، الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، جهه العيون، ساقيه الحمراء. الان ساقوم بتقديم درس الرباعيات الخاصه الخاص بالاولى اعدادي. إذن الرباعيات الخاصة أولاً وهو المستطيل. المستطيل فهو حالة خاصة لمتوازي أضلاع، ولهذا سأقدم هذا التعريف. إذن المستطيل وهو عبارة عن متوازي أضلاع، فهو عبارة عن متوازي أضلاع تكون زواياه قائمة وأيضاً قطراه متقيسين. لماذا قلت فهو متوازي أضلاع؟ لأنه فهو يتوفر على جميع الخصائص التي تتعلق بمتوازي أضلاع. جميع خصائص متوازي الأضلاع فهي متوفرة أيضاً في المستطيل. قطرين نفس المنتصف، الأضلاع متقابلة فهي متقيسة، حاملهما متوازيان، الزوايا المتقابلة متقيسة. إذن جميع هذه الخصائص فهي متوفرة فيه. إضافة إلى ذلك فزواياه قائمة وأيضاً وقطره متقيسة، يكون القطرين لهما نفس الطول. بمعنى آخر، إذا أخذنا الرباعي ABCD، فإذا كان الرباعي ABCD مستطيل، إذا كان الرباعي ABCD مستطيل فهذا يعني أنه فهو أولاً متوازي الأضلاع. إذن والجزء الثاني هو أن الزوايا ديالو زوايا فستكون كلها زوايا قائمة، يعني الزاوية التي رأسها أ فهي تقيس الزاوية التي رأسها ب وتقيس قياس الزاوية التي رأسها س وقياس الزاوية التي رأسها د، وكلها زوايا قائمة يعني أن قياساتها تساوي 90 درجة. ثم شيء ثاني هو أن القطرين أس والقطر ب د سيكون لهما نفس الطول، يعني سيكون المسافة أسي تساوي المسافة بي دي. وبما أن هذا القطرين فهما يتقاطعان في نقطة إي اللي هي تعتبر منتصف لهذا القطرين، فنقطة إي في هذه الحالة تسمى مركز المستطيل، مركز المستطيل. وأن المسافة إي أ، المسافة إي أ فستكون تساوي المسافة إي بي تساوي المسافة إي سي وأيضا تساوي المسافة AD. الآن سنمر إلى الخاصية رقم واحد التعلق بهذا الشكل الخاص. إذا الخاصية الأولى ستقول أن كل متوازي أضلاع إذا كان لدينا متوازي أضلاع وله زاوية قائمة واحدة، له زاوية قائمة، فهو سيكون عبارة عن مستطيل. إذن كل متوازي أضلاع توفرت فيه زاوية قائمة واحدة فسيكون عبارة عن مستطيل. ولإثبات هذا الشيء أو لتطبيق هذه الخاصية سنقوم بإنجاز هذا التمرين التطبيقي. هذا التمرين التطبيقي ماذا لدينا؟ لدينا EFG مثلث قائم في الرأس F، النقطة E تمثل منتصف القطعة EG، والنقطة H هي مماثلة نقطة F بالنسبة لنقطة E. إذن
السؤال الأول هو أرسم شكلا مناسبا، ثانيا وهي حدد طبيعة، يعني ما هي نوعية هذا الرباعي EFGH، ماذا ستكون طبيعة هذا الرباعي؟ أولا سنمر إلى إنجاز الشكل. إذن الشكل بالنسبة لي لن أستعمل الأدوات الهندسية فقط لأن مثلا الوقت غير مناسب، ولكن سأقوم بإنجاز الشكل مع توضيح الطريقة، لأن الأهم هو أن يقوم التلميذ بإنجاز الشكل، وذلك اعتمادا على هذه المجموعة ديال التعليمات التي سأقوم بتمريرها. إذن لدينا مثلث قائم زاوية في الرأس F، إذن هذا المثلث هو المثلث EFG، فهو قائم زاوية في الرأس F. نعم، النقطة هي منتصف القطعة EG. نعم، النقطة H هي ماذا؟ هي مماثلة H، هي مماثلة النقطة F بالنسبة للنقطة E. سنقوم برسمها وذلك بإنشاء نصف مستقيم، ثم بعد ذلك سنقوم بأخذ المسافة AF باستعمال البركار وننشئ المماثلة للنقطة F وهي النقطة H، ثم نقوم بمسح المتبقي. إذن فالنقطة E في هذه الحالة ستكون هي منتصف للقطعة FH. السؤال الأول، إذا انتهينا من إنجاز الشكل. السؤال الثاني، ما طبيعة الرباعي EFGH؟ إذن أولا سأقوم بماذا؟ بإكمال رسم هذا الشكل. إذن إذا رسمنا هذا الشكل سيكون شكل كالتالي EFGH، هذا هو الرباعي الذي سنتحدث عنه. ماذا لدينا في هذا الرباعي؟ أولا إذا قمنا بملاحظة هذا الرباعي فهو أولا يتوفر على زاوية قائمة. إذا سنكتب الرباعي لدينا أو في الرباعي EFGH لدينا الزاوية EFG فهي قياسها يساوي 90 درجة. لماذا؟ ما هو سبب أن تكون هذه الزاوية في الزاوية قائمة؟ فهي مرتبطة بالمثلث EFG قائم في F، يعني فهي نتيجة من كون أن هذا المثلث فهو قائم الزاوية. نعم، ماذا لدينا ثاني؟ ماذا لدينا ثاني؟ ولدينا النقطة E. E هي ماذا؟ هي منتصف القطعة GE، المنتصف القطعة GE. والقطعة GE ماذا تمثل بالنسبة للشكل؟ وهو القطر. إذن فهي القطر، النقطة إيه هي منتصف القطعة جي أو، القطعة جي أو فهي تمثل القطر لهذا الرباعي. ثم ثانيا النقطة إيه أيضا، هذه من المعطيات، هذه لدينا من المعطيات النقطة إيه، ولدينا أيضا إيه منتصف القطعة إف أش، النقطة إيه منتصف القطعة إف أش المميزة هنا باللون الأخضر، وفي نفس الوقت FH وهو القطر. إذن هنا لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن H هي مماثلة النقطة F بالنسبة لE، يعني السبب هو أن لأن النقطة H هي المماثلة. إذن ماذا نجد هنا؟ إذن النقطة E هي منتصف القطرين. من هما هاد القطرين؟ هما جي او و اف اش. وبما ان النقطة اي هي منتصف القطرين، بما ان النقطة اي هي منتصف القطرين ومنه، فان او اف جي اش، او اف جي اش فهو متوازي اضلاع. هذه النتيجة أن كون هذا الرباعي متوازي أضلاع، سنعود إلى هذه النتيجة أو هذا المعطى. هذا المعطى سنسميه عبارة عن نتيجة واحد وهذه نتيجة اثنان.
إذن من واحد واثنان من نتيجتين واحد واثنان وحسب الخاصية السابقة فسيكون ماذا؟ هناك متوازي أضلاع، متوازي أضلاع له زاوية قائمة، إذن ماذا سيكون؟ سيصبح هذا الرباعي فهو مستطيل. إذن من واحد واثنان حسب الخاصية السابقة فإن الرباعي E F G H فهو مستطيل. وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال المطروح بالنسبة للتمرين اللي هو يطلب منا تحديد طبيعة هذا الرباعي. إذا تمكننا من أن نحدد أن هذا الرباعي فهو عبارة عن مستطيل. خاصية اثنان، بالنسبة لخاصية اثنان فتقول أن كل متوازي أضلاع قطراه وقطراه متقيسان، كل متوازي أضلاع يكون قطراه متقيسان فهو مستطيل، فهو مستطيل. يعني بطريقة أخرى إذا أخذنا هذا الشكل كمتوازي أضلاع، هنا أسمح أنني أستعمل يدي في الرسم فقط لي، إذا كان الرباعي A B C D فهو أولا متوازي أضلاع، إذا كانت المسافة A B، إذا كانت المسافة B D تساوي المسافة A C، يعني إذا كانت هذه المسافتين A C و B D متساويتين، هذه القطعتين لهما نفس الطول، فسيكون هذا الرباعي عبارة عن ماذا؟ عن مستطيل. إذن هنا غنحاول نكتبه بمعنى آخر، بمعنى آخر إذا كان A B C D متوازي أضلاع، هذا كشرط أول، والمسافة A C تساوي المسافة B D، فإن A B C D هو مستطيل، فهو مستطيل. الآن سنمر إلى تمرين تطبيقي، تطبيق أو تمرين تطبيقي. C دائرة، دائرة مركزها نقطة O، AB و MN قطرة دائرة C وغير متعامدين، يعني أولا أرسم شكلا مناسبا، ثم ثانيا ما طبيعة الرباعي A M B N. إذن كما القاعدة كما فعلت في المرة في الجزء الأول، سأقوم برسم شكل وأستسمحكم أن هذا الشكل تم بدون وسائل لي رياضية، ولكن سأحاول فقط أن أشير إلى ما هو مهم داخل هذه العملية. إذن الدائرة C مركزها O، سنرسم القطر AB. إذن القطر AB هو عبارة عن قطعة طرفها ينتميان إلى الدائرة، ومركز دائرة ويمر من مركز الدائرة. الآن سنرسم نقطة قطر رقم 2 اللي هو القطر MN، حينما سنرسم هذا القطر. إذن هنا فطلبوا منا أن يكون القطر القطرين غير متعامدين، إذن نلاحظ هنا أن الزاوية فليست زاوية قائمة، إذن نحن احترمنا التعليمة اللي أشاروا لها في الشكل في التمرين. إذن ماذا لدينا؟ ما بين أن هذا الرباعي
ما هي طبيعة هذا الرباعي؟ AMBN. AMBN. إذن أول شيء سنقوم به وهو سنرسم هذا الشكل أو هذا الرباعي. AMBN. ثم سنربط بين آخر نقطة. إذن هذا هو الرباعي المشار إليه باللون الأحمر. إذن الآن إذا حاولنا نشوف ماذا لدينا بالنسبة لهذا الرباعي. أولاً هذا الرباعي يجب أولاً أن نبين أنه عبارة عن متوازي أضلاع. ثم أن نجد إحدى الخصائص التي تميز المستطيل، إما أن نبين أن هناك زاوية قائمة، وإما أن نبين أن هناك قطرين متقايسين. الآن ماذا لدينا؟ أن القطعة أبي. إذن السؤال الثاني، ما طبيعة الرباعي AMBN؟ لدينا القطعة أبي والقطعة MN قطرين قطرا الدائرة سي. هذه الدائرة سي مركزها O، مركزها O. إذن ماذا سيكون؟ أن نعلم أن كل قطر فالمركز يمثل المنتصف. إذن فإن القطعة AB والقطعة MN لهما نفس المنتصف، هذا المنتصف هو النقطة O. هذا جيد. إذن سنقوم بوضع رموز التقايس، وفي نفس الوقت ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن OM و OB و OA و ON و ON فهي أشعة للدائرة. إذن فهذه المسافات فستكون كلها تحمل نفس رمز التقايس. إذن يجب أن نضع نفس رمز التقايس. إذن ماذا يهمني هنا؟ أن لهما نفس المنتصف. هذا يعني أن AMBN فهو مستطيل، فهو متوازي أضلاع. إذن هذا الجزء الأول، أن بينا أن هذا الرباعي فهو عبارة عن متوازي الأضلاع. ماذا لدينا ثاني؟ لدينا بنفس الطريقة، لدينا المسافة OA تساوي المسافة OB تساوي أو المسافة OM OA فهي تساوي المسافة OM وأيضا تساوي المسافة OB وتساوي المسافة ON. لماذا هذه المسافات متساوية؟ لأن أشعة للدائرة C، أشعة للدائرة C. هذا يعني ماذا؟ يعني هذا يعني أن القطرين AB يساوي MN، قطرين AB يساوي MN، وهما إذن هذه نتيجة أولى، وهذه نتيجة القطرين AB يساوي MN، نتيجة أولى ونتيجة ثانية. إذن حسب من نتيجتين واحد واثنان، وبتطبيق الخاصية اثنان، إذن الخاصية اثنان ماذا تقول؟ تقول أن كل متوازي أضلاع قطراه متقايسا فسيكون عبارة عن ماذا؟ عن مستطيل. إذن هنا فهناك متوازي أضلاع وقطران متقايسا. إذن فماذا سنستنتج؟ نحن نستنتج فإننا نستنتج أن AMBN مستطيل. إذن هنا ثالثا ملاحظة، ويتعلق الأمر بتحديد مركز التماثل ومحور التماثل ديال هذا الرباعي اللي هو مستطيل. إذا كان ABCD مستطيل مركزه أو
إذن سنرسم هذا المستطيل والسميح مرة ثالثة على استعمال على عدم استعمال. إذن مركز إي يعني فا إي هو نقطة تقاطع القطرين. سأقوم بوضع جميع المسائل رموز التقايس التي تتعلق بالمستطيل. إذن هناك زوايا قائمة ثم أضلاع متقابلة متقايسة وتسمى والطول والعرض حسب. إذن ماذا نستنتج انطلاقا من هذا المستطيل؟ فالنقطة إي النقطة إي تسمى مركز تماثل تسمى مركز تماثل المستطيل ABCD. فهي مركز تماثل المستطيل ABCD. لماذا؟ لأن إذا أخذنا التماثل المركزي بالنسبة للنقطة إي فستكون مماثلة A هي C. ستكون مماثلة A. إذن بإذن الله استعملنا التماثل المركزي بالنسبة لنقطة إي الرباعي ABCD. إذا حاولنا أن نقوم بتحديد تماثله حسب ترتيب النقاط فستكون مماثلة نقطة A بالنسبة لإي ستكون هي C، ومماثلة نقطة B بالنسبة لإي ستكون هي نقطة D، ومماثلة نقطة C بالنسبة لنقطة إي ستكون أيضا هي A، ومماثلة نقطة إي D بالنسبة لإي فستكون هي B. إذن هنا نلاحظ أن مماثل الرباعي A B C D هو نفس الرباعي C D A B. إذن شنو وقع هنا؟ فقط وقع واحد العملية ديال تحويل النقاط أو ترتيب النقاط. إذن سيبقى مماثل الشكل هو الشكل نفسه. هذا يعني أنه هو مركز النقطة إي تسمى مركز تماثل للمستطيل ABCD. ثم ملاحظة ثانية هو أن المستطيل يقبل محور تماثل محور تماثل. إذن هذه المحاور التماثل هي واسطات الواسط. حينما نتحدث عن الواسط فهو المستقيم الذي يمر من المنتصف ويكون عموديا على الضلع. إذن واسطات كل ضلعين متقابلين. إذا حاولنا أن ننشئ هذا المستقيمين فسيكون المستقيم الأول سيمر من النقطة إي سأمسح الآن هذا رموز التقايس من مكانها لماذا لأضع أشياء أخرى تتعلق بمحاور التماثل. إذن هذه النقطة ديال التقاطع هنا ستكون هي المنتصف ديال أ بي. نقطة التقاطع هنا هي منتصف دي سي. ثم سنرسم محور التماثل الثاني وسيمر أيضا من النقطة إي وسيكون عموديا على أ بي وعموديا على أ دي وعموديا على بي سي، ويمثل في نفس الوقت وهو واسط كل ضلعين أ دي و بي سي. وشكرا لكم، انتهت الحصة نتاع اليوم، والسلام عليكم إلى حصة قادمة إن شاء الله.